بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن انواع الكباري المختلفة، تمام؟ انواع الكباري المختلفة من حيث البلاطة الخرسانية بتبقى موجودة فين بالظبط، تمام؟ طيب، اول نوع من انواع الكباري، في الفيديو ده هنبدأ نشرح انواع الكباري من حيث الانواع بس، لكن في فيديو تاني هنبدأ نشرح طب ليه بنستخدم ده وليه بنستخدم ده، تمام؟ طيب، اول نوع من انواع الكباري بنسميه الديك سلاب. تمام، الديك سلاب بيكون عامل ازاي؟ دلوقتي انا عندي، احنا قلنا ان الكوبري عندي بيتكون من مين جردر، بعد كده كروس جردر، بعد كده سترينجر، بعد كده البلاطه اللي فوقيه، تمام؟ فانا عندي بيكون في حاجه اسمها المين جردر، الماسكت اللي انا برسمه ده بيبقى السايد فيو، هو الماسكت الاكثر توضيحا يعني للكباري، تمام؟ فببدا ارسم دي المين جردر اهي الاولى، وهنا في المين جردر الثانيه، تمام؟ يبقى بعدها كبير جدا زي ما هو واضح كده، تمام؟ بعد كده ببدا احط الكروس جردر، بتكون في المستوى بتاع الفلانجه اللي فوق، تمام؟ بعد ما احط الكروس جردر ابدا احط المين، او اللي ابدا احط ايه السترنج، كاميرات صغيره ببدا احطها بالشكل ده، تمام؟ طيب، اول حاجه احنا قلنا دي المين جردر، بعد كده الاكس جردر، بعد كده السترنجر، تمام؟ طيب انا عاوز اشوف الابعاد المبدئيه للحاجات اللي قدامنا دي. عشان نجيب الابعاد المبدئيه، احنا عندنا الكوبري ده في البلان، لو جينا بصينا له مثلا هلاقي ان ده الكوبري ماشي كده، يعني الكوبري في الاتجاه الثاني، تمام؟ فالمين جردر دي البحر بتاعها بيكون اللي هو طول الكوبري، تمام؟ اللي بنسميه ال، تمام؟ طيب، والطول الاسبان بتاع الكاميرا اللي هي الاكس جردر دي بنسميه البي، اللي هو عرض الكوبري، تمام؟ السترينجر دي زي ما وضحنا قبل كده ان السترينجر بتكون بين الكروس جردر، وقلنا ان المسافات بين الكروس جردر بتبقى اللي هي السبيسنج، يبقى انا عندي السترينجر دي بتمتد في الاتجاه الثاني مسافه السبيسنج، تمام؟ طيب، انا عشان اجيب الابعاد المبدئيه للكروس جردر والمين جردر والسترينجر، بالنسبه لي المين جردر، تمام، ببدا اشوف انا اللي يهمني اول حاجه ان اجيبه ان اجيب الاتش اللي هو الارتفاع بتاع المين جردر، تمام؟ الاتش بتاع المين جردر بيساوي ده، بس عشان ابدا ارسم في البدايه لو انا عاوز ارسم بس من غير ما ابدا اصمم، لكن لو بصمم دي هتبقى الابعاد اللي هبدا بعد كده اتشيك عليها اذا كان سيف ولا ان سيف، تمام؟ الاتش بتاعت المين جردر بتساوي ال اللي هو الطول بتاع المين جردر على 10، تمام؟ طيب، دي الاتش بتاع المين جردر، الارتفاع بتاع الويب، خلي بالك ان المين جردر دي بتبقى عباره عن بيلت اب سيكشن، يعني بتبقى عامله كده ونازل كده منها الويب، وبعد كده دي الفلانجه الثانيه، تمام؟ خلي بالك عشان الارتفاع بتاع الويب ده بيبقى كبير جدا بالنسبه لسمك الفلانجه، فاحنا بنيجي نمثلها خط سوليد بالشكل ده بالنسبه للفلانجه، تمام؟ لكن الارتفاع اللي انا بتكلم عليه ده هو الارتفاع من اول هنا لغايه هنا كده، اللي هو ارتفاع الويب بس، تمام؟ لان السيكنس بتاع الفلانجه في الرسمه مهمل شويه، تمام؟ طيب، بالنسبه للاكس جردر، بالنسبه للاكس جردر هلاقي ان الاتش بتساوي ال على 8، تمام؟ ال هنا اللي هي هتبقى البي على 8، تمام؟ بعد كده بالنسبه للسترينجر هلاقي ان الاتش بتاعتها بتساوي السبيسنج على 10، تمام؟ يبقى دي الابعاد المبدئيه للمين جردر والاكس جردر والسترينجر، تمام؟ طيب، دلوقتي عشان ابدا احط بقى البلاطه بتاعتي، خلي بالك ان الكاميرا الاكس جردر اللي هي السترينجر اما بتتربط بالسترينجر، او السترينجر اما بتتربط بالاكس جردر بتتربط بشير كونكشن، مسامير كده، تمام، وزوايا منها وبين الاكس جردر، تمام كده، يبقى نقله الاحمال للاكس جردر، الاكس جردر عشان تنقل الاحمال للمين جردر تبدا برضو شير كونكشن بالطريقه دي كده، تمام. طيب، ابدا عشان ارسم البلاطه بتاعتي، الرسم البلاطه اول حاجه ببدا اطلع بحاجه زي هونش كده صغير من السترينجر، تمام،
بعد كده ابدا ارسم البلاطه بتاعتي. تمام، ابدا ارسم كده البلاطه وادي سيكنس البلاطه. تمام، ده سيكنس البلاطه الخرسانيه اللي بناخده في حدود 20 سنتي. تمام، والزياده عند الهونش دي كده بتبقى حوالي 5 سنتي. تمام، يبقى انا عندي البلاطه بتاعتي بتتكون من بلاطه خرسانيه 20 سنتي، والسيكنس بتاعها بيكون حوالي 5 سنتي. سيكنس عند الهونش بيزيد لحد ما يوصل ل 5 سنتي. تمام، طيب ليه سمينا دي ديك سلاب؟ لان ديك سلاب ان البلاطه بتبقى فوق المين جردر. تمام، يبقى انا عندي دي المين جردر اهي، ودي البلاطه بتبقى فوقيها بالشكل ده كده. تمام، طبعا البلاطه دي ممكن تمتد لنهايه المين جردر بس. تمام، ويبقى هو ده الكوبري بتاعي، ده عرض الكوبري بتاعي بس. ممكن تمتد بعد المين جردر وتيجي عامله زي الرصيف هنا كده، وده اللي هو الحته بتاعت الرصيف، وده برده ممكن تمتد وتوصل تبقى دي رصيف كده. تمام، يبقى ده الكوبري اللي هيبدا يمشي عليه العربيات، وده الرصيف بتاع الكوبري. تمام، طيب المسافه دي كده اللي هي اللي كانتليفر دي. تمام، المسافه دي اللي هي اللي كانتليفر لو اقل من 1 متر مش بستخدم اكس جردر تطلع لبره، يعني مش بستخدم اكس جردر كانتليفر، بخلي البلاطه بس تتحمل على المين جردر، تبقى بلاطه طايره كده في الهواء. اكن عندي ده المين جردر كده، ودي بلاطه خرسانيه طالعه منها عادي كده، بتنقل احمالها كلها وان واي في اتجاه المين جردر. تمام، لكن لو البعد ده زاد عن 1 متر ببدا استخدم هنا، ببدا اطلع دي كده لبره، ودي دي مستمره كده، واجي منزل كده وعامل زي هونش كده للاكس جردر، ونفس الموضوع بالنسبه للجنب التاني، برضه اطلع كده انزل كده واعمل هونش كده. ده لو زاد البعد عن 1 متر. تمام، يبقى دي اللي هي الديك سلاب النوع الاول من انواع الكوبري اللي هو الديك سلاب. البلاطه بتبقى فوق الكوبري. تمام، او البلاطه بتبقى فوق المين جردر والاكس جردر والسترنجر. تمام، طيب